وانا متاكده يا محمد من وعي المصريين وان هم مش بيتاخروا ابدا عن اي نداء وطني، وانه زي ما قلنا هنشوفهم ملايين اللجان كالعاده، وهنشوف صور وفيديوهات للمصريين في الخارج. والحقيقه دايما لما بنشوف مشهد المصريين في الخارج تحديدا بنحس كده بالفخر وبنحس بالفرحه، وفرحتهم بتتنقل لنا لما بيحسوا ان هم بيشاركوا كانهم معانا وبينزلوا وبيتجمعوا وبنشوفهم وهم بيصوتوا. المشهد ده بيفضل كده يتشاير حتى على السوشيال ميديا وبنفضل كتير نتكلم عنه. عشان كده انا بكل ثقه ان شاء الله ان احنا هنشوف النهارده وبكره مشهد مهم جدا. عايزه كمان اقول لحضراتكم انه المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات ونائب رئيس محكمه النقد اعلن امبارح عن انتهاء فتره الدعايه. امبارح الساعه 12 الظهر كانت اخر او كان اخر وقت للدعايه للمرشحين، ف مفيش دعاية، لكن إن شاء الله نشوف كل الناس نازلة الفترة الجاية تنتخب أيام الانتخابات، نشوف زي ما قلنا مشهد حلو ومظهر حضاري يليق ببلدنا في انتخابات مجلس الشيوخ إن شاء الله.